السلام عليكم الزول في اللوان، والله رانا في الصحراء كتشوفوا بعينيكم. صافي بليزير صحراء بصح زيرو توريست، على بالكم زيرو توريست. رانا ديما مع خوتنا، شوفوا الرملة تاع البركة، وتحت هذه الرملة كان الغاز باطل فرنسا، الغاز باطل طاليان، الغاز باطل اسبانيا، البترول باطل امريكان، وما زالت المافيا تاع 40 سراق ما زالت تعطيه باطل كل شيء باه يعني يقعدوا في الكرسي. كان سي حمزه ولا لا؟ كاينه وي فوالا. لكن تاع سيدي ربي، كاين تاع سيدي ربي. منطقه سياحيه 100%، الله غالب ما كاش لي موان، ما كاش لي موان. ان شاء الله راهم كاينين يا خويا، درام مخبينهم 1000 مليار خباوها في سويسرا، درام البترول والغاز. اي وي، الشعب دراما، الشعب ياه. كاع كنز تاع سيدي ربي، وما على بالهمش كاع بالشعب الجزائري. والله يا رشيد سبحان الله، بيت كما قلت واش كاين، بصح انا كي تقول يا رشيد واش كاين تحت الارض، مدوا لفرنسا، مدوا مادام مدوا لها السكت الثاني، الضرب الثاني هذا عطوه هنا. اي وي السكت تاعهم صح، هكذا السكت تاعهم. هذه هي وصلك هاوينا سي جمال، ياك يا ربي قدو كل شيء باطل. والحراك مسكين اليوم في 48 ولايه يقول باللي ماناش باغيين لا بدوي لا من صلاح، وما راهم دايرين رايهم. ودي حنا يروح يبعدونا، حنا يروح يبعدونا، يدو الشيء اللي كاين ويروح يخلونا نبنوا من جديد، خلونا نبنوا من جديد، نبنوا بلادنا من جديد. كلاونا شا مازالوا يزيدوا يدو، الشيء اللي داوا كاع وما قنعوش به، الله المستعان والله العظيم. هيا نزيدوا شويه نشوفوا شنو كاين لقدام. راه هكاك الشعب الجزائري يشوف الصحراء كيفاش؟ ما تخلصش منها لو كان القدام، القدام كاع هكذا كاع هكذا تم راسات ان شاء الله. كاع انا اسمعوا بالك شو، ما كاينش سخانه بزاف بزاف، كاينه بصح صحراء صح بصح ما كاينش سخانه. راه كي تشوف الجزائر جاب لي ربي الجزائر راهي سخونه اكثر من هكذا هنا، يعني واحد يصوم اليس في الصحراء، في الصحراء نورمال ما كاينش لي ميديتي. الحمد لله. ولا الشعب جي راكم تشوفوا رانا هنايا معاكم، حنا بغينا نصوموا رمضان مع خوتنا تاع الجنوب اللي راهم منسيين، حتى واحد ما راش يستعرف بهم. كما قلت لكم واحد اللي عنده مرض شويه فراجيل لازم يطلع حتى لالجي قسنطينه ولا وهران، ماشي حق. انا شوفوا بعينيكم رانا، سمحوا لي بيي دو نورمال، حاشاكم نورمال، فوالا سا سي مي في باشو نورمال. اون بليس هما الولايات الغنيين كاع تسمى اللي عندهم ثروات، يعطيك الصحة، عندهم البترول، عندهم السياحة. شوف السياحة لو كان تطور السياحة فهنا في الصحراء تاع الجزائرية، في الصحراء تاع الجزائر، نقدر نقولك رشيد ما نحتاجوش بترول، ما نحتاجو السياحة والفلاحة يا رشيد، والله ما كان حتى بلاد توصلنا. إن شاء الله. ماشي تاع الكاس هذا تاع فرنسا اللي رايح لفرنسا. هيا نشوفوا واش كاين هذا التيو هذا. هيا شوفوا بعينيكم. فوالا حنا رانا مع جزائريين تاع الجنوب في هذا شهر رمضان الكريم. فوالا الناس راهي لا هي في الشمال راهم يستنوا في التليفون، بيعيطوا لهم واحد يولي وزير، واحد يولي جنرال، واحد يولي والي. حنا رانا مع ناس الجنوب اللي راهم منسيين. على بالكم لو كان ديروا فيدرالية، جزائر فيدرالية، على بالكم باللي كي ولات أضرار، كي ولات غردية، كي ولات لاغواط، كي ولات تندوف، كي ولات ورقلة، كي ولات إليزي، كي ولات تمرست، هما يقولوا كيما دبي وكاع الشمال، كيما باغ اكزومبل وهران قالما ولا سكيكدا ولا تلمسان، يكونوا كيما قال لك سي سلال فقاقير، باسكو علاش؟ كاع الثروات يجوا منا. فوالا هذا تيو تاعه تاع الماء تاع الغاز تاعه. ما عرفنا راح لاسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا، ولا كاش واحد هذا مخبيه. هيا شنو مكتوب هذا نشوفوا. راهي سخانه هنايا سمحوا لي، هذا شافيه يا شافيه، هذا شافيه الغاز هذا راسي جبل، هذا حق الجزائريين، هذا هو الغاز يروح الباطل فرنسا وطاليان والبترول امريكان و... الشعب الجزائري وقتاش تفيق وقتاش ان شاء الله. الحمد لله دوكا ما وليش تخاف، بصح لازم تهضر على الغاز والبترول، باسكو كاع الدراهم
تاع الجزائر يجيو من الغاز والبترول. يا الشعب الجزائري الغاز والبترول نحبسوا لهم الغاز والبترول. يا والله في 24 ساعة يستعقلوا. هذا هو الصح. طونك ما نهضروش على الغاز والبترول ما درنا فيها والو، ما درنا فيها والو. باسكو الجمعة كي راه كي الشاب راه يخرج الجمعة ما راش يديرونجيهم، ما راش يديرونجيهم يا جماعة، ما راش يديرونجيهم، ما نديرونجيهمش. على بالكم واحد طونك ما يضربش الجيب ما ديرونجي حتى واحد، حتى واحد لازم نديرونجوهم في الجيب، في الجيب كيما ضرائب الدولة كي دير با ديرونجي الناس تضربهم في الجيب. إيبا هذا النظام كيف كيف، هما راهم يشوفوا فينا الجمعة الناس تخرجوا، هما راهم درهم راهم ياكلوهم، راهم ياكلوهم، راهم يقسموا درهم مع مع توتال، مع غاز دو فرانس، مع بريتيش بتروليوم، مع ريبسول، مع إيني، ويا ريحة ما على بالهمش كاع بالشعب. باسكو هذا النظام ما يدير به والو الشعب، ما يدير به والو حتى شيء. هذا هو المشكل، ولا لو غيزون دو de la surdité de la mafia des 40 voleurs. Voilà. Allez, à Sahara. Sahara, c'est ça. البركه تاع سيدي ربي بصح ما فيها هي تستغل لها بركه دابا كان نهار تاع الحراك زعما بالجمعه هما ما يا جماعه ديجا هما بالجمعه هما يقعدوش في الجزائر بالجمعه هم في الجزائر هم في الطاليان هم يحوسوا هما بولادهم ما يقعدوش يسمى بالحراك ما على بالهمش كاع بالحراك زادوا درك يتسمى فتحوا المطار الجديد هذاك القديم يتسمى يروحوا يروحوا يجوا واحد ما يشوفهم حتى راحوا حتى جاوا تاعهم على بالهمش كاع بالشيء والله ما على بالهم فوالا هذوما تيوات يعني مثال هذا هما تي الغاز مكتوبه هي بكل شفافيه دوك نبينوا للشعب الجزائري بسم الله هذو هما التيوات يروحوا الغاز باطل حتى لفرنسا طاليان اسبانيا والبترول امريكان باطل باطل يا جماعه باطل راكم تسمعوا باطل والشعب الجزائري راه يقصص في الدار الدنيا راه يقصص في الدار الدنيا يا جماعه هو اللي يخلص فاتوره باه فرنسا تشرب باطل الغاز هذه اللي تضر هيا بسم الله هلا بكل شفافيه فوالا سونال غاز يعطيك الصحه سي جمال هلا سونال غاز غاز غاتوي فرنسا حتى 2043 اسبانيا الى ما مات طاليان كيف كيف بترول باطل فاني راهو يا ريحه كاتاستروف هلا هذو هما التيوات مخبينهم ما فرنسا تكون اليز طاليان تكون اليز اسبانيا تكون اليز مالكا تكون اليز باش يرضاو عليهم يعطيك الصحه مخدوم تيو راه مخدوم فور فور باه قطره تاع غاز ما تروحش هاك ولا هاك كاش لافويت اه ما كاش لافويت ما كاش لافويت وين روحنا البارح للدوار المنسي هذاك قطار العيش في قطار العيش في قسنطينه مدينه خروب كان حداهم اسباس في الاخرى الماتيريال تاع الغاز الريحه تاع الغاز ولافويت دايره حاله فوالا هنا رانا قدام تيو كبير ما كاش ريحه ما كاش اون فويت صغيره ما كاش باسكو يستحق رايح كومبلي لفرنسا فوالا دراهم الجزائريين كارثه كارثه يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه فوالا بكل شفافيه تشوفوا بعينيكم يعني باللي الجزائر راهي مخدوعه مخدوعه الجزائر راهي صفابا يا جماعه القلب يضر القلب يضر بكلا بك لا سيادة وطنية لا سيادة اقتصادية لا سيادة دبلوماسية ما عندنا حتى شيء عندنا السراقين راهم يخدعوا في 40 مليون جزائريين وراهم يبيعوا البلاد للخارج هذا ما عندنا رشيد جمعة اي الجمعة. اي بسم الله ولا جماعة الخير نتلاقاو من بعد الجمعة رانا رايحين توغورت ان شاء الله هلا بغيت هذه الزيارة اللي نديروها في شهر رمضان في الجنوب الجزائري بنحضروا على بلي مكاش الانتخابات 4 جويه يعني مقاطعه انتخابيه ولازم نحبسوا
نحبسوا شركة توتال اللي بغات تشري تفهم مع الماريكان مع شركة أنادركو ما يكون عندها بترول باطل في حاسي يسموه المرك 300 كيلومتر على حاسي مسعود، ونطلبوا من الجيش الجزائري من القيد صلاح باللي يحبس الكونترا ما يخليش توتال تشري هذا الحاسي يسموه المرك. وراح هذا هو ما طلبته وعدنا إن شاء الله. الجيش الجزائري يمنع شركة فرنسية توتال باه تتفهم مع شركة أمريكية